نختم هذه الجولة في عمل الرأي والمقال بالصفحة الأخيرة من صحيفة السوداني ونطالع زاوية حاطب ليل للكاتب بروف عبد اللطيف البوني والتي خطها اليوم بعنوان اتركوا الحكومة ما تركتكم. يبتدر الكاتب زاويته بالقول الأزمات السياسية شيء طبيعي في كل دول العالم، ولكن هنالك أزمات سياسية يروح ضحيتها أرواح وأموال الشعوب، وهنالك أزمات سياسية لا ينشغل بها سوى محترفي السياسة، بينما بقية الشعب كل يسعى في همه. فنحن في سوداننا أو في سودان البخاتة ده مما قمنا وجدناه متأزما، وسنغادره نتركه في حاله هذه، لأن الخط البياني للأزمات في حالة ارتفاع دائم. عليه يبقى الحل في عزل السياسة عن حياة الناس العادية، وهذا أمر صعب ولكنه ليس مستحيلا، لأن الأمر الساري في معظم أنحاء العالم. ويمضي البوني بالقول أمس قلنا كبداية عجلة نفصل الحياة العادية من السياسة، دعونا نبدأ بتجريد المنصب السياسي من الفوائد المادية والمعنوية، وهذا يمكن الوصول إليه بعدة تدابير تشريعية يمكن صياغتها بدقة، ولكن مجمل القضية تحتاج إلى تدابير سياسية. نعم، ليس في هذه مفارقة، فالتخلص من السياسة يحتاج إلى عمل سياسي كبير ودؤوب، فالشغلانة دي مثل التطعيم باللقاحات، فكي تتحصن من أي وباء لابد لك من تناول لقاح يحتوي على مكون من مكونات ذلك الوباء. بعد التدابير السياسية لابد من تدابير تربوية وإعلامية وتشريعية لتحصين المجتمع من أمراض السياسة التي يقوم عليها السياسيون. فالذي ندعو إليه هنا أن تصبح هذه القضية من شواغلنا المهمة، فبدلا من أن نهتف الشعب يريد إسقاط النظام، فلنقل الشعب يريد أن يبتعد عنه النظام الحاكم ويتركه في شأنه. يستمر الكاتب بالقول قرأت قبل يومين أن هنالك مشروعا لقانون موضوع أمام مجلس الوزراء يدعو إلى عودة الحكومة لتمويل الزراعة في مشروع الجزيرة. أها، مثل الكلام ده هو الذي يخوزق البلاد. فعندما تصبح الدولة ممولا فإن هذا يدعو الحكومة إلى السيطرة والتدخل في الشؤون الزراعية، وبالتالي ستتأثر الزراعة بفعالية الحكومة سلبا وإيجابا، وتتأثر بأزماتها. إنها دعوة لعودة سيطرة القطاع العام. ليس هنالك عاقل يدعو إلى إبعاد الحكومة نهائيا عن الزراعة في هذه المرحلة أو المرحلة اللاحقة، إنما المطلوب من الحكومة أن تجعل شعبها يعتمد على نفسه، وذلك بتطوير قدراته الذاتية. ويختم البوني عبد اللطيف بالقول يمكن للحكومة أن تحدد أسعار التركيز التشجيعية لكافة المحاصيل، خاصة المحاصيل الاستراتيجية. يمكن للحكومة أن تنشئ بورصة للمحاصيل. يمكن للحكومة أن تدعو شركات التمويل المحلية والعالمية للدخول في الزراعة. يمكن للحكومة أن تطور تجربة الزراعة التعاقدية التي توطنت الآن. باختصار، يمكن للحكومة وهي تقوم بدور الرقيب فقط ودون أن تخسر جنيها واحدا أن تحمي صغار المنتجين من غول الرأسمالية بصورة لم تحدث حتى في الاتحاد السوفيتي أيام الاشتراكية الحمراء. فيا جماعة الخير، الزراعة يمكن أن تكون ضربة البداية في إبعاد الأنشطة المجتمعية عن السياسة.